بلبستنا وبالحاجات هذيك الناس يوفي ربي سبحانه. بالميني وكتشوف وعادي جدا مع اخوها. بعد مثلا انت تخزر هكا اخي واحد زاد غريزه مثلا يخزر ولا ما نعرفش انا يكحل كيف ما نقولوا باللغه العامه. تو خا يدور لك شفم اش بيك اخي خرج مع اختك كيكة ولا ما نعرفش انا امك كيكة وعادي معناها. ايش الجيل بالرسمي وفية الدنيا راه. انا قلت لها. موضوع البنات ما يتفهمش في تونس برجولي ما يتفهمش تو. علاش ما يتفهمش؟ ولا ما نعرف خاطر تحسهم كائن غريب جدا غريب تفهم شيء المهم. شنو هو اللي يخليهم كائن غريب حسب رايك؟ والله ما نعرف الحقيقة نتاع ما أنا راني قلت لك أنا راه ما عنديش معاهم جملة. وعلاش ما عندكش معاهم جملة؟ منك مش على بعض. ماناش نفس المونتاليتي أنا نخمم التفكير وهم يخمموا التفكير. شنو هو الفرق بين التفكير نتاعك والتفكير نتاعهم؟ الحقيقة نتاع ربي نحبوا دار وكرهبة ويستقروا في تونس ونحن نحبوا نهجوا من تونس هذا هو الموضوع. هذه هي معنى الفكرة؟ الفكرة كيك ما مش وقته والله. نزلت على ما نزلت مانيش خم مانيش ركبت لي على طفلة ولا حاجة. يعني وقت مستقبل. وقت مستقبل صحيح. مستقبل واحد يشوف أمور وبعد تو تجي طفلة نزل عليها بكرة. هي مغلب الشباب تقاهم ديما وصلش 18 سنة أول حاجة في مخه تبدأ طفلة. لا أنا كنت لذاك 18 سنة راه وقت قراية وقت واحد يخدم وقت مش وقت طفلة. طفلة حاجة زايدة عندي. علاش حاجة زايدة؟ ما نعرفش هكاك أنا هكاك حاجة زايدة. رؤيتك لتصرفات الشباب بما أنك أنت شاب في تونس كيفاش؟ تصرفات الشباب من ناحية ساعة لحظة تصرفاتهم بنت بعضهم تصرفاتهم للي أكبر منهم في التعليم في النقل في كل التصرفات هذيك الكل شريت فيها عليه كل واحد كيفاش متربي وكل واحد فهمت كل واحد والحاجة كيفاش باش تفسر كل واحد وكيفاش رباته كيفاش ربوا عائلته كيفاش ربوا دارهم فهمت هكاك اخي واحد متربي معناها ام وابوه ربوه باش الحاجه هذيك معناها باش يقدر الكبير باش يقدر الصغير باش يسمع باش فهمت كيف واحد متربي في الشارع وتكلمه وتجي تحكي معاه وش بيه وكذا وكذا كل واحد وكيفاه. حاجه غريبه صارت لك في حياتك وما نجمتش تتجاوزها؟ حاجه غريبه صارت لي في حياتي والله حاجه غريبه حاجه غريبه صارت لي دي كل شيء غريب نعيشوا في غريبة احنا حاجة توجع يعني حاجة توجع والله تولدنا في تونس كيف ما هذه الحاجة توجع حاجة توجع شنية؟ اللي تولدنا في تونس معناها بلاد مش متاعنا أصلا كيفاش مش متاعكم؟ ما نعرفش دي بلاد ماهيش عاتيتنا زوالي ماهيش صحيح بلاد ماهيش عاتيتنا معناها لا قراية توصل لا ما تجي تخدم تو جا ربي بعشرين ألف نهارك بعشرين ألف معناها عشرين ألف شنو باش يعمل قهوة باش تخرج مع الوليد تعمل قهوة العشرين ألف وفيها شنو معناها باش تكون بها وأنت عمرك عشرين سنة ولا 18 سنة معناها باش تكون بعشرين ألف باش تكون كل يوم عشرين ألف باش تكون معناها باش تبني دار باش فهمت باش توصل فهمت ما هذيك غلطة معناها حاجة خايبة تونس تونس ان شاء الله قيس سعيد يصلح لنا شويه الوضع وبدينا نشوفوا في شويه تحركات كذا وشي ان شاء الله علاش راه قيس سعيد وحده مش باش ينجم يصلح لك الوضع انت كشاب والاخر كشاب وبكلنا كشباب نبداو نحاولوا ايه والله مش باش نحكي لكم انا نحاولوا احنا شنو كيفاش قاعد تحاول كيفاش باش نعملوها تو نعملوها مع قيس سعيد اعطيني حاجه مثلا شنو هو طالب من الشعب من الشباب شنو طالب هو بالضبط باش نعملوها احنا كشباب تو نعملوها ما فما حتى مشكل طالب الشباب يكون واعي واعي نحن اكثر من الوعي اكثر من الوعي هذا شنو هو شنو هو واعينا واعيين بالوضع التونسي شنو شبيه الوضع التونسي الوضع مزري معناه انت واعي به الوضع هذا واعي ماكي واعي به ايش لازمك تعمل شنو هي لازمني والله ما نعرف والله على شو نقول لك والله لا لا اله الا الله محمد رسول الله والله ياك تشوف اختي والله تونس تقرا ما توصلش تخدم ما توصلش اللهم باش تريسكي في تونس باش تنجم توصل ما نعرفش يا تولي تبيع في الزتلة ولا تبيع ما نعرفش تبيع في الشراب ولا باش تنجم تكون وباش تنجم هذيك هي تونس باش نحكيو على المظاهر في تونس مظاهر خداعة كيفاش خداعة
مزار والله انا يعني واحد من الناس راه ما نمشيش بالمزار. كل واحد ومعناها تو مثلا يجي واحد كان يخزر للشارت نتاعك ويلقاها كي مقطع والكل دونك تصور باش ياخذ فكره. هذيك حريه شخصيه شنو نلبس وشنو ما نلبس ناقص كان هذاك في تونس باش تدخلوا فيه ايش قال يا مي يتكلم. بس برايك في تونس عندنا الحريه الشخصيه نمنوا بها؟ عندنا والله عندنا حريه شخصيه اخي واحد عندنا حريه شخصيه عندنا عادي تلبس ايش تحب عادي. حاجه باهيه ولا خايبه انه صرنا نلبس وش نحبوا ونعملوا وش نحبوا؟ فما الباهي وفما الخايب باش نكذب عليك. باهي ما باهي لانه حتى واحد اللي نجم يدخل فيك انت كعبد حتى واحد اللي نجم معناها يتحكم فيك والخايب اللي نجم نكونوا مثلا بلبستنا وبالحاجات هذيك ناسيو في ربي سبحانه فهمت نجم نكونوا كيك. كيفاش زيد احكي لي مثلا راك تشوف تو البنات بالميني وراك تشوف وعادي جدا مع اخوها وبعد مثلا انت تخزر هكا اخي واحد زاد غريزه مثلا يخزر ولا ما نعرفش انا يكحل كيف ما نقولوا باللغه العامه تو خا يدور لك اش فما اش بيك اخي خارج مع اختك كيكه ولا ما نعرفش انا امك كيكه وعادي معناها يعني ما عادش فما غيره ما عادش ولينا دخلنا في قوم لوط ولينا كيك كيكة ولا انت تسمح لاختك تلبس قصير ولا ما نسمحش هو قال لك نقتلها قلت لي قلت لها انا قلت لها معناها حاجه خايبه وحاجه مش اخي اختك فرد بني عادي معناها مانيش رجال بالرسمي وفيت الدنيا راه وصلنا معناها مش معلم مش تحكي فيت الدنيا فيت الدنيا اخي انه استنى وقتش تحس والله يا رب فهمتني اختي ان شاء الله ربي يتوب علينا وان شاء الله هيك هيك يعطيكم الصحة عايشك باي باي مزري معناه انت واعي بيه الوضع هذا واعي باكي واعي بيه ايش لازمك تعمل شنو هي لازمني والله ما نعرف والله على ايش نقول لك والله لا لا اله الا الله محمد رسول الله ولا ياك تشوف اختي والله تونس تقرا ما توصلش تخدم ما توصلش الا هما باش تريسكي في تونس باش تنجم توصل ما نعرفش تولي تبيع في الزطلة ولا تبيع ما نعرفش تبيع في الشراب ولا باش تنجم تكون وباش تنجم هذيك هي تونس باش نحكيو على المظاهر في تونس مظاهر خداعة كيفاش خداعة مظاهر والله انا واحد من الناس راه ما نمشيش بالمظاهر كل واحد ومعناها تو مثلا يجي واحد كان يخزر للشارت نتاعك ويلقاها كي مقطع والكل دونك تصور باش ياخذ فكره هذيك حريه شخصيه شنو نلبس وشنو ما نلبس ناقص كان هذاك في تونس باش تدخلوا فيه